الدور ديال السينما جايب معنا نجاح ديالهم الجزء الاول، كان بالنسبه لي انديشي انني نكمل في الجزء الثاني. الحمد لله نجحت الحمد لله بفضل الله اول حاجه وبفضل الجمهور، نجحنا اننا نديرو كونتينيتي ديال هذا الدور. هذا دور قاسني بزاف، دور ديما بقى عايش معايا. ما عندناش فكره واش كاين جزء ثالث ولا لا، حتى دابا رمضان يلاه ساله، مي الا كان غادي يكون جزء ثالث راه غادي تكونوا على عين. هذا الشيء يدل على شيء، فانه يدل على نجاح المسلسل وعلى ان لي بيرسوناج قاسوا الناس، قاسوهم انسانيا اكثر من انهم غير دي بيرسوناج عاديين في التلفازه.